السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على ساري كيمستري. ده الفيديو رقم 2 في بلاي ليست أنا عاملها مخصوص عشان نعمل جولة أو نستكشف البنك المعرفة المصري أو الإيجيبشن نوليدج بانك مع بعض. أنا زي ما أنتم عارفين قلت إن أنا هبدأ من الأول خالص. فالفيديو اللي فات كنا بنتكلم فيه على إزاي تعمل ريجستريشن أو تعمل ساينينج أب او تعمل ليك يعني اكونت على الايجيبشن نوليدج بانك. فاللي ما شافش الفيديو ده ممكن يرجع له، هسيب له اللينك بتاعت الفيديو في الديسكريبشن او هتلاقيه في البلاي ليست في الفيديو اللي قبل اللي انت تتفرج عليه دلوقتي. الفيديو بقى الصغير اللي احنا هنعمله دلوقتي ازاي نقدر نوصل لكتاب الوزارة من بنك المعرفة. بس قبل ما يعني اوريكم الطريقة لازم نبقى عارفين إن بنك المعرفة ده عبارة عن شبكة متداخلة من الأوامر والويندوز يعني، فممكن يبقى فيه أكتر من طريقة للوصول لكتاب الوزارة، بس يعني أنا دي الطريقة اللي أنا لقيتها فحبيت أوريها لكم عشان بسهولة تقدر تخش على الكتاب بتاع المدرسة بتاعك لو عايز تشوفه. فأنا متعمد إن أنا أبدأ من الجوجل بيج عشان خاطر يعني تبقى بادي معاكم الأول خالص. فأنت لما بتحب تسرش على الـ Egyptian Knowledge Bank انت ممكن تكتب EKB بس كده، هو هتلاقيه في الـ First Choice في الـ Search في الـ Result في الـ Search Results يعني. فهنخش ندوس على الـ Egyptian Knowledge Bank، دخلني على الصفحة الأساسية. طبعا أنا عشان عامل أكاونت فدخلني على ساري على طول زي ما انتم شايفين. لو انت مش عامل أكاونت هتضطر تخش تعمل أكاونت بتاعك زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. انا عملت ايه بقى عشان اوصل الكتاب؟ اول حاجه شايفين هنا الليست الاولانيه اللي فوق خالص دي، انا هدوس على السورسز هلاقيه نزل لي ليست جديده مكتوب عليها انجلش سورسز ولا عربيك سورسز ولا فرنش سورسز. فطبعا انا بعمل الانجلش فيرجن بتاعه بنك المعرفه لان العربي زي ما احنا عارفين اتخدم كتير، فهدوس الانجلش سورسز. اور سورسز اللي هم حطوها لنا وهي بصراحه مبهره يعني، الريكومندد سورسز اللي هم يعني حاطينها في الاول بالنسبه للستودنت هتلاقيها مرصوصه من اول وزاره التربيه والتعليم، وحاطين بقى كل السورسز بتاعتهم اللي هتلاقوها تقدروا تجيبوها من سكك تانية وانتم شغالين من الكتاب او غير الكتاب. فزي ما انتم شايفين كده كل مؤسسه محطوطه، بريتانيكا او ديسكفري اديوكيشن او الديزاين ميت او كل واحدة من الناشونال جيوغرافيك. الحاجات دي كلها على فكرة مش معناها ان هي كتب تعليمية وخلاص، لا هم كلهم يعني بيعملوا انتجريشن مع بعض كده، يعملوا تكامل مع بعض عشان يطلع السيستم يعني قوي وفي منتهى الجمال. الحاجات دي كلها معظمها انترناشونال طبعا، وكل واحدة ليها الثقل بتاعها في والتاريخ التعليمي المشهود بيه في كل حتة، فما تستقلوش ببنك المعرفة اللي بين ايديكم. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخش على الـ Ministry of Education and Technical Education، انا عايز اخش على الجزء الخاص بالسورسز بتاع وزارة التعليم. فانا لو ضغطت على المربع ده هلاقيه طلع لي الرسالة دي Description، بيقول لي وصف لي اللي انت دوست عليه يعني، ده وزارة التعليم العالي والتعليم الفني، وزارة التعليم والتعليم الفني يعني، والـ List of Products. طبعا مفيش List فانت دوس على الـ Ministry of Education and Technological education يعني. هنا دخلني على جزئية جديدة، كأنه دخلني على الديجيتال لايبرري اللي انا ممكن اروح لها من سكة تانية. اوكي، فانا بقول لك هي كلها داخلة في بعضها. فالديجيتال لايبرري فوق بيقول لي في تري فيو اللي احنا عليه اصلا، وفي البراوزنج ان انا اعمل بحث، وفي الببلشرز. لو انا دوست على الببلشرز هرجع تاني للسورسز الاساسية بتاعتي اللي انا عايز استخدمها كستودنت. هل انت عايز تستخدم المينستري اوف الاديوكيشن ولا عايز زياده بقى فتستخدم الديسكفري اديوكيشن ولا البريتانيكا ولا الكتب مثلا تانية من نهضه مصر والكلام ده كله. فانا دلوقتي انا عايز اوصل لكتاب الوزاره، هرجع تاني للتري فيو بتاعي. وبعدين هنا بيقول لي دي البوكس اللي قدام مني بتاعت السنه اللي انا فيها، فانا هختار انا عايز الكيمستري. اوكي، هنا هتلاقي ريكومندد، ده الريكومنديشن ده بيجي نتيجة بحث الولاد الكتير او تفضيل مثلا مدرسين عايزين يعملوا تفضيل مدرسين يعني، فيعملوا سيرش على كتب معينة يتفرجوا عليها. ف
فهتلاقوها لستة كبيرة من الأشياء المختلفة لسنين مختلفة وسورسز مختلفة. فمش دي قصتي دلوقتي، أنا عايز أخش على كتاب الوزارة زي ما أنتم عارفين. فأقوم جاي داخل مختار الكيمستري، أنا كده دخلت الكيمستري، هتلاقي هي مدي هنا جريد 10، لأن أنا الساري اللي أنا عامله ده، الأكونت اللي أنا عامله ده قايل له فيه إن أنا جريد 10. وخد بالك في أي وقت تعوز تغير أنت ممكن تدوس على كلمة العربية هيحول لك كل ده بالعربي. ولازم الولاد سواء المدارس الخاصة أو المدارس التجريبية لازم تعود نفسك بقى انك ما تبصش على العربي خالص، مش عشان حاجة والله ولا تقليلا من اللغة العربية، ولكن عشان انت محتاج لكتير من الفوكاب اللي هينفعك بعد كده سواء في الامتحانات او في حياتك العملية بعد الكيمستري. لما هدوس على الكيمستري هيطلع لي الكيمستري يونتس وليسونز بشكل طبعا يعني راندم، شكل مش منظم، بس هتلاقي في حاجات بقى ايه عايزين نبص عليها كده. يعني هنا مثلا بيقول لي forms of changes in heat content، ده عشان انا تيتشر عارف ان هو في يعني السكند تيرم مش الفيرست تيرم. هنا هتلاقيه بيقول لي ايه كيمستري، ماده الكيمستري، خد بالك انا في جريد 10، ها يونت 4 في الكتاب بتاعك، يونت 4 ليسون 2. طب انا عايز بقى ابدا من الاول خالص، فانا بدور على اهو كيمستري اند ميجرمنت، كيمستري يونت 1 ليسون 1، ده بدايتي. لو انا بصيت هنا على الناحيه اليمين هلاقي علامه النسر بتاعت العلم المصري، معناها ان ده البوك بتاعي من يعني السورس بتاعي وزاره التربيه والتعليم المصري. ولو انا بصيت فوق هنا هلاقي فيه 38 واحد عملوا ريفيوينج وعملوا ريتنج لكتاب الوزاره الجزء بتاع الكيمستري اند الميجرمنتس. 38 واحد بس اللي ابدوا يعني رايهم، 3 نجوم من 5 يعني متوسط يعني، انما النمبر اوف فيوز اللي بصوا على الكيمستري اند ميجرمنتس هتلاقيه دايما عالي لان هو اول الكتاب. 426,000 يعني 426,000 فيو، فده رقم كبير طبعا. دخل بص على الكيمستري اند ميجرمنتس، ادوس انا على كيمستري اند ميجرمنت هيدخلني على الصفحه دي. هنا لاحظ بيقول لي مينستري اوف اديوكيشن الاوفيشال كوريكولم، انت بتتكلم على الاوفيشال كوريكولم اللي هو المنهج الاساسي بتاع الوزاره، كتاب الوزاره لو الناس كانت شافته بالشكل الورقي يعني، طالعه بي دي اف. اوكي البي دي اف انا لو عايز اخش يعني اكبر الصفحه على طول ممكن اعمل لونش، لونش هيفتح لي صفحه جديده ويطلع لي فيها الكتاب بشكل اكبر. وزي ما انتم شايفين هنا الاوبشنز الثلاثه دي انا ممكن اكبر الصفحه بتاعتي وممكن اصغرها. اوكي وممكن اعمل هنا اخليه يجي لي الفيو بتاعي على البيج ولا الفيو بتاعي يبقى مالي الصفحه كلها، يعني على البرنت بيج على شكل الفيت تو بيج يعني يملى الصفحه كلها، ولا الفيت تو ويدث يعني كانه بيجيب لك الصفحه كلها في شاشه واحده. هنا فوق عندي 3 حاجات، ممكن اعمل روتيشن للصفحه الفها. انا عارف ان معظمكم عارف الكلام ده بس يعني انا بتعامل زي ما قلنا من الاول خالص عشان الناس مش عارفه. هنا ممكن اعمل داونلود، اعمل داونلود للكتاب او لليونت ده اللي هو عباره عن 8 بيجز، الليسون 1 يونت 1، خد بالك ده يونت 1 ليسون 1 مش كل اليونت يعني. اوكي ممكن اعمله داونلود، انا لو دوست على زرار الداونلود ممكن يبدا ينزله لي في الحته اللي انا عايزها في الهارد ديسك بتاعي، سواء طبعا على التابلت او سواء على الكمبيوتر يعني. وطبعا الرسمه دي بتاعت البرنت، فممكن او السيمبل ده بتاع برنت ممكن ادوس عليها لو انا عايز اعمل برنتنج. طيب ارجع تاني للصفحه اللي احنا كنا فيها، هتلاقي هنا برضو لو دوست على البي دي اف دي هيعمل لك، هيفتح لك صفحه جديده والكتاب هيظهر لك بشكل اكبر. هنا عندي كذا حاجه فوق، الاوفر فيو بتاع الليسون اللي انت اخترته، وعندي هنا الانفورميشن، ما اظنش ان في حاجه مكتوبه فيها. هنا في ريفيوز، الريفيوز دي بتاعت الولاد بقى اللي هم حبوا يعلقوا او حبوا يعملوا ريتنج على الكتاب. هتلاقي ان الريفيوز كلها مفيش حد كاتب حاجه قوي، هم كلهم بس عاملين ريتنج يعني هل كويس ولا نص نص، اللي مدي نجمه واللي مدي 5 نجمات واللي مدي يعني وهكذا.
طيب ريليتد، انا لو دوست على ريليتد هيدخلني على معظم الحاجات الخاصه او الريليتد تو المتصله بالموضوع اللي انا فيه ده، فهلاقي معظمها بتاعه الكيمستري فوق بتاعه وزاره التربيه والتعليم، شايفين ده السورس بتاعي وزاره التربيه والتعليم، ودي هتلاقيها المولز اند كيميكال ايكويشنز والاتوميك نيوكليوس اند الاليمنت والهيت كونتنت، كلها الاجزاء التانيه بتاعه كتاب الوزاره. هنا بيقول لي فوق ريليتد تو ذيس ريسورس، يعني حاجه خاصه بالكتاب او السورس اللي انت شغال منه، فهتلاقي كلها معظمها عباره عن اجزاء اخرى من كتاب الوزاره. more by this publisher، يعني هيبدأ بقى يقول لك لو انت عايز تشوف كتب تانية يعني، او تشوف حتة تانية من كتب تانية من كتاب الوزارة، انا عشان انا كل ده شغال على السورس بتاع كتاب الوزارة، انما لو دخلت من سورس تاني هيبقى فيه نفس الكلام. طيب ريبورت، انا ممكن لو انا في معلومة حسيت ان هي غلط، او في حاجة عايز ابلغ عنها ان في كتاب غلط محطوط في حتة غلط، اقدر اوصل للوزارة عن طريق الريبورت دي، ابلغ عن الموضوع ده واكتب الايميل بتاعي واقول ايه المطلوب وابعت الريبورت. تاجز، التاجز دي بتبقى حاجات خاصه بالسيرش توفر عليك وقت في موضوع السيرش. هنا ممكن تعمل شيرنج، شيرنج للسورس اللي انت شغال عليه ده، عايز تبعته للمدرس بتاعك لو هو متكعبل ومش عارف يوصل له، او لطالب من الطلبه او هكذا، او لو انت يعني بيرنت وعايز تبعته لابنك اللي هو الاستودنت، فانت تعمل كوبي لللينك وتعمل له بيست في اي حته عايز تبعت منها كده. ابقى يعني عملت معاكم فيديو سريع ازاي اوصل لكتاب الوزاره. انا عايز قبل ما اقفل اعمل خطوات بشكل سريع عشان خاطر اللي تاه مني اعمل له باك اب سريع كده للموضوع. هنخش على بنك المعرفه، بعد ما نخش على بنك المعرفه هنختار السورسز الانجليش سورسز، بعد ما هختار الانجليش سورسز هخش على وزارة التربية والتعليم واقول له المينستري اوف اديوكيشن، بعد كده هختار الكيمستري، بعد الكيمستري هختار كيمستري اند ميجرمنتس. انا كده وصلت لكتاب الوزارة بتاعي. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده، واشوفكم في حلقة تانية من التور ان ذا ايجيبشن نوليدج بانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.